ما زال البرلمان الليبي متحفظا من منح الثقة لحكومة الوحدة، فقد علق مجددا مشاوراته بشأن الحكومة وسط خلافات بين أعضائه. جدل حاد شهدته آخر الجلسات بين النواب وأعضاء المجلس الرئاسي بعد أن استعرض السراج تشكيلة حكومته في شكلها المصغر، والتي تضم 18 وزيرا بدلا من 32. السير الذاتية لبعض الوزراء كانت محل خلاف بين النواب وحتى بين أعضاء المجلس الرئاسي. نواب يقولون إن تشكيلة الحكومة تضمنت أشخاصا كانوا أعضاء ميليشيات وآخرون محكوم عليهم بأحكام قضائية. منصب وزير الدفاع الذي أسند إلى المهدي البرغثي ما زال يشكل نقطة خلاف بين أعضاء البرلمان والمجلس الرئاسي، حيث تطالب بعض الأعضاء بوضع هذا المنصب تحت وصاية المجلس الرئاسي. الخلاف حول التوزيع الجغرافي للوزراء كان أيضا حاضرا بقوة، فحسب بعض النواب لم تراعي التشكيلة الجديدة التوزيع الجغرافي للمناصب الوزارية خاصة السيادية منها بين الشرق والغرب. المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر ما زال يجري مشاوراته من أجل إقناع جميع الأطراف بمنح الثقة للحكومة. كوبلر التقى في طبرق رئيس البرلمان عقيل صالح، وهو ما اعتبره البعض تدخلا منه في عمل البرلمان المخول بمنح الثقة من عدمها حسب اتفاق صخيرات. وفي الوقت الذي يتجه فيه بعض النواب لرفض تشكيلة حكومة السراج، فإن المؤشرات توحي بتجاوز عقبة الخلافات، لينتقل مجلس النواب بعدها من مناقشة أسماء الوزراء إلى مناقشة برامجهم.